ايه هي قصة مقام ابو حصيرة واحتفال اليهود به كل سنة؟ لا والصدم كمان لما تعرف ان المقام ده معمول في مصر. اه والله زي ما بقولك كده، معمول في مصر، وبيقال ان ابو حصيرة ده قصته اغرب من الخيال، وهو اساسا حاخام يهودي. وتخيل معايا كمان ان الناس كانت بتقول عليه ان هو ليه كرامات ومعجزات. طب ايه هي قصته وتفاصيلها؟ من غير مقدمات كتير تعال ندخل في الموضوع على طول. السلام عليكم ورحمة الله. يعقوب ابن مسعود والمعروف بأبو حصيرة اتولد سنة 1806 في المغرب، وبيقال والله أعلم إن هو جه مصر وعاش فيها لحد ما مات سنة 1880. وبيقال إن الراجل ده جه من المغرب لحد مصر وهو سابح على الحصيرة بتاعته، عشان كده الناس طلعوا عليه لقب أبو حصيرة. وطبعا هي حكاية ما تدخلش عقل بني آدم عاقل، بس هنفوتها. بدأت حكاية الراجل ده سنة 1907 لما اليهود قالوا إن في البحيرة 88 مقبرة ملك لليهود، والكلام ده طبعا في البحيرة بتاعت نحن اللي في مصر. وكانوا بيقولوا كمان ان في مقبرة فيهم لواحد ولي من اولياء الله الصالحين وليه معجزات وكرامات. وكانوا اليهود بيطلبوا ان هم يجوا كل سنة عشان يزوروا مقام ابو حصيرة، واللي هو صاحب القبر اللي احنا قلنا عليه، واللي المفروض ان هو ليه كرامات. والحكومة المصرية في الوقت ده ما رفضتش وسمحت لليهود ان هم يزوروا المقام. وكانت المقبرة في الوقت ده صغيرة، وهم قرروا يكبروها وخلوا مساحتها في الوقت ده 350 متر. وبدأوا يروحوا كل سنة عند المقام ده عشان يحتفلوا بعيد ميلاد أبو حصيرة اللي محدش لسه عارف حقيقته لحد دلوقتي. وبعد اتفاقية السلام لمصر وإسرائيل، قدموا اليهود طلب رسمي للحكومة المصرية إن هم يعملوا رحلات دينية كل سنة عند مقام أبو حصيرة، وده عشان يحتفلوا عنده وكراماته تهل عليهم. والحكومة المصرية في الوقت ده كانت وافقت وكانت شايفة الموضوع لحد كده وعادي. وفعلا كان في كل سنة أعداد كبيرة جدا من اليهود بيجوا عشان يزوروا الضريح ده، لدرجة إن هم كبروه للمرة التانية وخلوا مساحته 450 متر بدل 350 متر. والاحتفالات دي كان معروف عنها إن هي بتحصل كل سنة من يوم 26 ديسمبر، والمفروض إن نهايتها كانت بتبقى لحد يوم 5 يناير. وكانوا ما بيعملوش الاحتفالات بتاعتهم دي عند المقام ده غير بالليل، وطبعا في الوقت ده بيكونوا فاتحين المقبرة عشان يقدموا القرابين لأبو حصيرة اللي هو بالنسبة لهم راجل مقدس وعنده كرامات عجيبة. وطبعا أغلب القرابين دي بتكون عبارة عن خرفان وخنازير، وبتكون جاي حية وما بيدبحوهاش غير فوق القبر بتاعه، ده غير طبعا الخمور اللي هم كانوا بيجيبوها معاهم عشان يشربوا براحتهم ويسكروا هناك. وكان معروف عنهم في الوقت ده ان هم بيفضلوا يشربوا ويرقصوا بطريقة بشعة جدا، لدرجة ان الحال كان بيوصل معاهم لدرجة ان هم يقطعوا هدومهم ويخبطوا دماغهم في الحيطة. وطبعا اهالي القرية كلها في الوقت ده بيكونوا متأذيين جدا من اللي بيحصل. وفي سنة 2001 كان في قرار نزل بضم مقام ابو حصيرة للاثار الاسلامية والقبطية، وطبعا الموضوع ده كان اغضب ناس كتير جدا في وقتها. وفي سنة 2014 الناس بدأت تغضب جدا من اللي بيحصل كل سنة من اليهود، وبسبب افعالهم اللي بتتعمل عند الضريح. والناس في الوقت ده كانوا عاوزين ان الموضوع ده يتفض وما عادش يتكرر تاني، لان هو كان زي ما قلنا في البداية كان مؤذي ليهم جدا. لحد ما جه يوم من الايام في سنة 2014 وفيه مجموعة كبيرة جدا من المحاميين، ورفعوا قضية في المحكمة ان هم يوقفوا الاحتفالات اللي بتحصل كل سنة في مقام ابو حصيرة. وكمان كانوا طالبين ان اليهود ما يجوش يحتفلوا تاني هناك. وطبعا المحاميين في الوقت ده كشفوا سر كبير وقالوا ان ابو حصيرة ده اساسا مش يهودي، وان هم بعد ما عملوا ابحاث كتيرة جدا اكتشفوا ان الراجل ده مسلم واسمه محمد بن يعقوب بن يوسف، وبيرجع نسبه لطارق بن زين، وان بدايته اساسا ان هو كان جه من المغرب وفضل قاعد فترة مش كبيرة في فلسطين وبعدها طلع على مصر. المهم ان فعلا المحكمة المصرية بعدها امرت بوقف الاحتفالات اللي بتحصل عند مقام ابو حصيرة، وامرت كمان بشطب المقام ده من الاثار المصرية. ودي كانت قصة مقام ابو حصيرة اللي اليهود كانوا بيحتفلوا به كل سنة في مصر. وبكده نكون وصلنا للنهاية. اتمنى انك ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، ومش محتاج اقولك تشترك في القناة عشان لو ما اشتركتش هيفوتك عالم كبير جدا من القصص الغريبة والمرعبة. واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.